لم يسلم الأحياء من فسادهم ليفتحوا باباً جديداً يمارسون فيه أفضل ما يجيدون لتكون وجهتهم الجديدة تجارة الموت. تظاهرات كبيرة أمام وزارة الصحة في العاصمة بغداد للمطالبة برفع أيدي ميليشيا فرقة الإمام علي المرتبطة بمرجعية النجف بشكل مباشر عن ملف ضحايا المصابين بفيروس كورونا ودفن ذويهم في مقابر خاصة بطريقة لائقة. لا فرقة الإمام علي ولا جهة حزبية ولا أي جهة تتدخل ولا حتى المرجعية ما تتدخل بيها، حتى المرجعية ما تتدخل لأن هي الفرقة الإمام علي بظهرها المرجعية لحد الآن ما حد يقدر يحكي ويا المرجعية. هي مستفادة، هي مستفادة، هي مستفادة بالأموات، تجار مال أموات جديدة، هاي صفقة مال فساد جديدة، صفقة مال فساد بتجارنا بالأموات مالتنا. المتظاهرون الذين جاءوا محملين بأوجاعهم من مناطق بغداد ومحافظات الجنوب والوسط هددوا بإخراج جثامين ذويهم من المقبرة الجماعية التي أقامتها السلطات الحكومية في صحراء بمحافظة النجف، مؤكدين تكدس الجثث بشكل عشوائي بعد دفنها بالجرافات. احنا ما نريد شيء، اخير يوم هذا الحال، ماكو كل من ياخذ كركه ونروح نحفر موتانا، نريد نطلع ضحايانا، ما عندنا اي شيء وياكم، كل شيء ما طالبين منكم، خلص اللي بجيبكم، خلصتوا هالخطه، والله هي لعبه، والله لعبه تاجرون برواح العالم، هاي الفقره، عالم فقره والله العظيم، والله العظيم فقره العالم، ليش هيجي؟ خليتونا 15 متر ما شفنا موتانا ولا وقفنا عليهم، الله العليم يجوز كل 15 تحطونهم بقبر، الله العليم ليش ما ترضون. ومن المثير للدهشة في أن الكثير من المتظاهرين أمام الوزارة أكدوا أن ذويهم لم يكونوا من المصابين بكورونا قبل دخولهم المستشفيات التي أصبحت بؤرا حقيقية لتفشي الوباء بحسب تقارير دولية عديدة. والله العظيم 90% مو كورونا، هذا العدة ضغط، هذا العدة سكر، هذا العدة التهاب حاد بالصدر، يعني شنو السبب ما ادري، يعني سنه واحد من العالم عمي عدل التهاب بالصدر اربع ايام راجع بيه، اليوم الخامس طب المستشفى توفى، راسه كتبوا عليه كورونا. عندنا الحجي قص الكليات من 2011، قص الكليات من 2011 وتوفى بالمدينه، حطوا بيه كورونا، هو ما بيه، وتعالي لنا كلها نظيفه. وفي الوقت الذي يعري وباء كورونا القطاع الصحي المنهار في العراق، تستمر الميليشيات والجهات السياسية بإحكام قبضتها على ملف فساد جديد تعتاش فيه على آلام الفقراء.